بعض المصطلحات المتعلقة بالعمل. أول شيء لازم نعرف إنه job بمعنى وظيفة. job. بالإضافة إلى ذلك نحن ممكن نسمع بمصطلح day shift and night shift. day shift بمعنى الدوام الصباحي و night shift هو الدوام الليلي، دوام المسائي. بالإضافة إلى ذلك عندنا مصطلح staff بمعنى الموظفين. staff. فعل retire بمعنى يتقاعد. retire. و get promoted بمعنى يترقى. get promoted. resign بمعنى يستقيل. resign. وعندنا مصطلح hire أو get hired بمعنى يحصل على الوظيفة، وfire or get fired بمعنى ينطرد أو ينصرف من الوظيفة.